ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. يرتقب أن تصل المصممة عائشة عياش إلى المغرب ظهر اليوم الثلاثاء ليتم تسليمها للسلطات المغربية على إثر اتهامها في ملف حمزة مونبيبي المثير للجدل. وألقي القبض خلال الأسبوع الماضي على عائشة عياش في الإمارات بعدما أصدرت السلطات المغربية في وقت سابق مذكرة اعتقال دولية في حقها، وامتنعت عائشة عياش عن الدخول للمغرب منذ تفجر ملف حمزة مونبيبي قبل أن يقر متهمون في نفس القضية بعلاقتها بهم وتورطها رفقتهم في المنسوب إليهم حسب أقوالهم في التحقيقات. ويرتقب أن يتم نقل عائشة عياش إلى مقر الفرقة الوطنية للتحقيق معها قبل أن تحال على هيئة المحكمة لتنضم إلى المتهمتين الفنانة دنيا باطمة وشقيقتها عارضة الأزياء ابتسام. وقضت المحكمة الابتدائية في مراكش سابقا بحبس 4 متهمين في ملف حمزة مونبيبي 2 لكل واحد منهم مع غرامة وتعويضات ثقيلة في انتظار الحكم على باقي المتهمين. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.